صباحكم بالخير يا شباب، شلونكم؟ عساكم بخير. عود الفيديو هذا بتكلم فيه عن عود وصلني من أنقرة، تركيا، من صانع اسمه أمير. العود والله عجبني كثير، يعني أنا مبسوط منه. العود من خشب السيسم، خشب السيسم الهندي إذا ماني غلطان. العود من مقاسات الصغيرة، أنا صار لي سنين مع العواد، وبصراحة أحب الأعواد الصغيرة، حبيت الأعواد الصغيرة، تريح في العزف يعني ما تضايق، خاصة الكتف الارتفاع، يعني ظليت نص ساعة تعزف وكتفك مرتفع أو العود بعيد عنك تتضايق، يعني ما تقدر تكمل ساعة وانت تعزف أو نص ساعة، تلاقي العود بعضهم العود بعيد شوية، هو يعزف الرقبة تعبانة والظهر تعبان. فأنا كلمته على إن احنا نغير المقاس، هو عنده مقاس أكبر بعد شوية زي المقاسات، مش العربية يعني، العربية الصغيرة نقدر نقول، لأن العربية تبتدي تقريبا 35 36 ونص فوق، هو عندنا 36، فأنا سويت هذا 35 في 48 ونص، والعمق صواب 18 أو 17 و9، يعني 18 نقدر نقول، فالعمق صاير جميل، يعني ما يدفك على قولتهم، احنا نقول ما يدفك العود، بعضهم تمسك العود تلاقي نفسك صرت كذا انت تعزف. فالعود صغير من الأحجام الصغيرة. طول الزند، طول قصدي الوتر 58 ونص، ف19 ونص هنا سواه. خشب الوجه من سبروس، انجلمان سبروس، وانا خليته يدهن لي اياه مت، يعني كتغيير، يعني لا هو افضل ولا هو اسوأ، ما ادري، ما اعتقد في افضلية. يعني القمريات هنا من شو اسمه، من العظم، سوى لي اياهم بس باللون، في لون كذا الظاهر، ما ادري دهنهم هو يمكن، يعني معطينا جمال كده. هذه من الروزوود، في حركات هنا خليته يسويها انا، يعني اتفقنا عليها، والرجال والله يعني شغله جميل، يعني عجبني بالبساطة، وعجبني تقفيل العود، مبسوط منه انا، كحجم صغير وبرضه عود في صوت جميل، يعني صوته، تكلمنا أنا والصانع عن الصوت في العود، إن نبغى نسوي صوت مش تركي، يعني ما نبغى الصوت تركي، يعني أنا أحب الأعواد التركية، لكن برضو أظل أنا عربي يعني. فهذا العود صاير صوته مثل السحب، مثل أعواد السحب، لأنه هو هنا العود تشوفون وجهه ما تحس عود تركي، لحد الأتراك يخففون الوجه، هذا والله قاسي، يعني حتى هنا أحس فيه في جسور مزودها هنا عشان ما ينزل، هذا صاير مستقيم العود جميل، في متانة يعني في الشغل، ميال زي الفيديو الأول اللي سويته، العود ميال للسحب شوية. أعزف عليه زي العادة 3 أماكن، ترجمة
تحسون بالقرار قاعد أعزف شوي شوي. Thank you.
احاول اعزف شوي شوي عشان تتحسسون النغمات وتشوفون صفاوة النغمة وبرضه السستين مال النغمة اللي هو الصدى حوالين الآلة. هذا مهم الواحد يعني إذا جاي يشوف الآلة يتحسسها شوي شوي يعني عشان يشوف. لسه العود صار له الحين تقريبا 14 يوم 15 يوم من استلمته ولسه يعني أحس لسه ما ثبت عدل يعني لسه برضو الصيف يجي إن شاء الله ونشوفه. وسوالي هنا حركة الصانع الإيراني محمدي اللي هي الفرسة المدمجة مع العظمة، يعني أنا ممكن أغير العظمة هذه وأنزلها شوية بس الدوسة عجبتني يعني جميلة. في العود هذا سوى البنجر قطعة واحدة، والأتراك يعني نادر يسوونها القطعة واحدة إلا بالطلب، يعني هذه قطعة واحدة صغيرة وملمومة ملم جميل. عاجبني أنا يعني العود جدا، كان نفسي يعني إن يكون الفينيشينج شوية أفضل من كذا. يعني أنا شايف أعواد تركية كان الفينيشينج فيها عالي جدا يعني، ونفس السعر يعني أنا العود كلفني هذا 1800 دولار. يعني في صناع أعواد في تركيا يسوون العود بهالسعر هذا بس يكون الفينيشينج يعني عالي جدا، يعني تحس بالدهان وتحس بالتفاصيل أكثر من كذا يعني. عموما هذه أشياء برضو الصوت هو الأهم يعني. وهذا العود أنا من كثر الأعواد التركية اللي عندي أنا هذا العود أكثر عود عجبني بصراحة، يعني حسيته قريب لي أكثر من الأعواد الثانية التركية. في حاجة من الساحب، في حاجة من العربي، والربع زي ما سمعتوا يعني جميل الربع، يعني في جمال. العود لسه ما تعودت عليه يعني للآن مسكة ماني متعود عليها، لكن عاجبني ومرتاح منه كثير يعني كثير كثير. أمس احنا قاعدين مع الأصدقاء هنا وقاعدين نعزف بشكل جميل جدا. الحلو في العود بعد انه ما أدري أحسه قريب من أغانينا الخليجية يعني. تسمعونه طبعا معاي في العزف وكذا، انا الحين مسجل بالزوم من غير ميكروفون من غير شيء، زي ما تشوفون صوتي ما في ايكو ما في اي حاجه، مجرد الزوم والكاميرا عشان ابغاكم تحسون بصوت العود يعني من غير افكتات.
الأيام الجاية راح تسمعونه وتسمعون الإفكتات وتسمعون إن شاء الله التسجيلات الجديدة، بس محتاج له وقت. فما الله.